We are seeing increased number of refugees attending health services, looking for health services, including pregnant women looking for delivery services in the camp. And that's actually putting a strain on the service providers in the camp because we're not able to increase the staff numbers in line with the increased number of the population. طبعا يعني هناك ما في ولادات والواحد يعني انه كانه بنقذ حاله من غاد انه يعيش هون انه يعني يولد هون و يعني يطلع الواحد من الازمه اللي هو من جوا من انه ما بقدر يولد جوا اي فرق كثير يعني الواحد بصير يهكل همه يعني مثل هسه يعني الاطفال كلها بالمشفى جوا عندها سهال ومراجعه يعني بقعد افكر ان اولادي يصيبهم هيك اني اروح اقعد معهم هناك يعني هيك بهكل همهم من المرض يعني امراض كثيره بتحسها بالاولاد هون يعني دخولنا على سوريا اشبهه بدخولنا الى جنات النعيم نحن إذا عدنا إلى بيوتنا أسعد يوم في حياتنا أن نعود إلى بيوتنا بصحبة الأطفال وبصحبة العيال ونرجع على بيوتنا ولو أنه في جزء منها متضرر أو مدمر فلحظة سعادة ما بتنوصف أنه نرجع على بيوتنا يا أبو يا أبو يا حرام يا حرام لا تستشهد وين رائد وين